وصلنا لفقرة كثير الناس تنطر أسئلة واستفسارات. أكيد صحيح، رح نكون مع أسئلة واستفسارات بعالم التربية، ولكن رح نخص قطاع الصحي والعالم الصحة ضمن قطاع التربية. كثير من الاستفسارات اللي بتهم المعلمين والطلاب على حد سواء رح نطرحها على ضيفتنا لليوم الدكتورة هتون الطواشي، مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية. يسعد صباحك واهلا وسهلا. خير، اهلا صباح وسهلا الخير فيكم. دكتوره رمضان أهلا كريم عليكي. علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله دائما بالصحه والعافيه للجميع. كثير بالفتره الاخيره صرنا نسمع بموضوع انه اجراءات لقاح كورونا انه صار ما عاد في شيء اختيار، اليوم نحن مفروض نروح ناخذ هذا اللقاح. صحيح. وصار في اسئله شائعه حول امن انه هل هو امن او لا. تمام. هلا السؤال كذا شق، فخلينا هيك مشان نعطي كل شيء حقه. طبعا هلا بالنسبه للقاح كورونا، طبعا من المؤكد انه هو لقاح امن، وهذا الشيء اكدت عليه كل منظمات دوليه وعلى راسها منظمه الصحه العالميه، اضافه ل وزاره الصحه بسوريا اللي اكدت على انه اللقاح امن ومتوفر ومحفوظ بطريقه مناسبه. هلا اللي بياكد لنا كمان انه اللقاح امن انه الدول اللي انتجت اللقاح، على سبيل المثال 80% من السكان تلقى اللقاح، اكثر حتى من 80 في بعض الدول. والتاثيرات الجانبيه اللي تم رصدها للقاح، يعني في طبعا اي لقاح له تاثيرات جانبيه، اكيد التاثيرات الجانبيه اللي تم رصدها للقاح يعني هي نسبه مقبوله مثل اي لقاح اخر، وبالنهايه بتضل يعني اقل بكثير بكثير من الاصابه بالمرض. اكيد. طيب اليوم شو الفرق بين اللقاح الروسي واللقاح البريطاني؟ شفنا في انواع كثير، وشفنا صحيح. حتى في شيء خاص اذا حدا بده يسافر برات البلد، شو الفرق بيناتهم؟ ليش صار كل هالتخوف من اللقاح بدايته؟ هلا هو بالواقع في عده تركيب للقاح. اللقاح اجمالا كاي لقاح هو حقن ماده محفزه للجسم لانتاج اضداد ضد هاللقاح، ضد عفوا هالعامل الممرض. يعني نحن بناخذ جزء من العامل الممرض وبنحقنه بالجسم لحتى الجسم يصير عنده ذاكره لهذا العامل الممرض، اذا دخل على الجسم مره ثانيه انه يقدر يتعرف عليه ويقاومه بسرعه. لهيك كان في انواع مختلفه للقاحات. بالنسبه للقاحات كوفيد، في الاسترازينيكا والروسي. طبعا هو اللقاح الروسي والاسترازينيكا هي تقريبا نفس نمط اللقاح. فينا نقول في كان لقاح المقتول اللي هو كان اللقاح الصيني، كمان هو نمط اخر من اللقاح. في لقاحات اعتمدت على اسلوب ثاني باللقاح مثل لقاح الفايزر وموديرنا. هلا هدول اللقاحات كلها بمجملها نفس التاثير بالنهايه بتعطينا، انه هي بتعطينا مناعة للجسم لمقاومة المرض فيروس كورونا. ما في فرق يذكر بين اللقاحات بالنسبة لنسبة المناعة تبعه، ما في فرق يذكر بالنسبة للتأثيرات الجانبية. بالنسبة لموضوع السفر بيختلف من دولة لأخرى. في دول يعني ما بتاع في دول أي نوع من اللقاح إنه إذا كنتي أنت متلقيتي بدك تعملي بي سي آر، وفي دول ممكن أي لقاح ما تعملي بي سي آر. كل دولة وإلها سياسة خاصة فيها بالنسبة لموضوع لقاح كورونا. فلهيك ما فينا نقول انه هذا لقاح مناسب للسفر وهذا لقاح مو مناسب للسفر، يعني بيختلف حسب البلد اللي نحن مسافرين له، وحسب يعني وحسب القوانين والانظمه اللي وضعتها هاي البلد للقادمين لها والمسافرين منها. دكتورة عم شوف الاجراءات عم تتغير، يعني حاليا بلشوا يلغوا البي سي ار، يعودوا عنا بابراز البطاقه الصحيه لاخذ اللقاح. خلينا نحكي عن وزاره التربيه، كيف عم تتعاملوا مع موضوع اللقاحات؟ هل هو الزامي اليوم للكوادر التعليميه؟ كان في تصريح سابق انه نسبه اللي اخذوا اللقاح 8%، هي النسبه دقيقه زادت. في توجه كمان مستقبلا يعني الطلاب انه هم يصيروا ملزمين ايضا ياخذوا هذا اللقاح. هلا بالنسبه لوزاره التربيه كانت من اول الوزارات اللي اصرت على تلقيح العاملين فيها بلقاح، بسبب انه المعلمين اصلا هن من الفئات الاولى اللي كانت مستهدفه حتى عالميا، يعني كانت الدرجه الثانيه بعد الاطباء والكوادر الصحيه استهداف الاطباء باللقاح. لهيك عملنا بوزاره التربيه على انه نحض العاملين بالتربيه وخاصه المعلمين الموجودين ضمن القاعات الصفيه. كان في تعاون كثير كبير بيننا وبين وزاره الصحه بتامين فرق جواله بتروح على المدارس وبتلقح
الكوادر التعليمية، إضافة لأنه بتعمل توعية وتثقيف حول أهمية اللقاح. كمان كان في إضافة لهذا الشيء يعني مثل إلزام للعاملين في وزارة التربية، حتى يعني يمكن نهاية هذا الشهر شهر نيسان مفروض أنه يكون جميع العاملين بوزارة التربية تلقوا اللقاح. هلأ فيني إليك أنه لا، النسبة مالها 8% هي أعلى، يعني حتى هي لا تلبي الطموح، يعني إحنا ممكن وصلنا ل 25% تقريبا أو 30% من نسب العاملين في للمعلمين بالذات. وفي محافظات يعني فينا نقول أنه وصلت لنسب عالية، يعني ممكن ل 50 ل 60%، او في محافظات لسه نسبه ضعيفه. بناء على هذا الشيء نحن حاليا نقوم بحمله بالتعاون مع وزاره الصحه ومنظمه اليونيسف لدعم موضوع اللقاح والتثقيف حول اهميه اللقاح وامنه، اضافه لانه يعني ننقض كل الشائعات اللي هي والمخاوف والمخاوف اللي حول اللقاح اللي عم تعيق انه عم تخفض نسب التلقيح. طب برأيك دكتورة، يعني النسب اليوم مثل ما عم تخبرينا أنه ما أنا كتير بالشيء المطلوب، شو السبب برأيك؟ هي اللي هي الإشاعات اللي طلعت أول شيء أنه صار في جلطات لأعمار كتير صغيرة بسبب اللقاح، وهل عن جد كان في إصابات؟ أو لا؟ هلا كرصد لنسب لقاح من وزارة الصحة بعتقد أنه ما تم تسجيل هيك حالات عنا بسوريا، يعني ما في شيء مؤكد علاقة الوفيات باللقاح. يعني أحيانا كان في يكون وفيات بعد تلقي اللقاح بس يكون في سبب آخر، في أمراض يعني سابقة، يعني يكون المريض بالأصل عنده مشكلة أو توفى مثلا باحتشاء عضلة قلبية، أو بالأصل كان في مريضة عم تشكي من ورم خبيث وصار في تضاعف لموضوع معين، فتبين بانه الاغلب ما كان من اللقاح. طبعا نحن ما بنقول انه اللقاح ما بيعمل اختلاطات او ممكن نسب وفيات، في نسب وفيات من اي لقاح، يعني لقاح شلل الاطفال اللي عم نعطيه لاطفالنا الصغار اللي بالحملات، وهي له نسب يعني اختلاطات. بس الفكره انه ليش اللقاح الكورونا اخذ شيء كثير كبير، الاشاعات اللي هي كانت بمجملها يعني مخاوف من انه شيء جديد، يعني مخاوف من انه لقاح جديد وليش وشلون يعني تم تصنيعه بالسرعه وشلون ما تم عليه التجارب. وكان في يعني في حتى من الكوادر الطبيه حدا يعني عزز هي المخاوف. من هون بيجي دورنا نحن سواء بوزاره التربيه او وزاره الصحه، وكان في تعاون معنا مع بعض بهالموضوع، انه نحن يعني ان 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 يعني نحكي عن كل شائعه. كان هذا الهدف من الحمله اللي هلا عم تتم، انه كل شائعه ونعطي التفسير العلمي لانه هي شائعه خاطئه، ونعطي المعلومه الصحيحه بالنسبه لهذا اللقاح. تمام. خلينا ننتقل كمان إلى موضوع تاني، هو المخابر المدرسية التابعة لوزارة التربية، وعن تفعيلها أو إذا في خطوات جديدة عم يتم حاليا يعني طرحها لحتى يعني تتفعل بشكل أكبر. بالنسبة للموضوع كورونا، يعني الاختبارات اللي تم، تمام. طبعا تم تأمين الاختبارات السريعة لفيروس كورونا لوزارة التربية وتوزيعها على مستوصفات الصحة المدرسية. أمنا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 70,000 عينة اختبار، وهلأ وتم توزيعها على كافة المحافظات. بالفترة الأولى صار يعني من نحن بدأنا مع بداية الفصل الثاني، فبالفترة الأولى كان في عنا يعني عدد مسحات كتير كبير عم يتم، وكان عنا نتائج إيجابية عالية، يعني وصلنا ل 200 مسحة إيجابية بالأسبوع، كان هذا بشهر شباط. قد ايه سلبي؟ يعني فيني اقول لك انه وصلنا لنسبه انه 40% من المسحات كان يطلع ايجابي، يعني 40% 30%. وبعد منها بدات تنخفض الحالات. هلا بقدر اقول لك انه نحن من 13/3 لغايه 31/3 يعني عملنا 81 مسحه، كان 5 منهم ايجابي فقط. فالحمد لله في انحسار، مؤشر انحدار، في انحسار كثير كبير، وهذا الشيء كثير يعني بفائل انه نحن منيح بمرحله انحسار للمرض، بس هذا ما بيعني انه ممكن يصير عندنا ذروه باي
وقت ممكن يصير تحورات للفيروس ويعمل رد اصابات عاليه وممكن تكون خطيره. ما بنقدر يعني ما حدا حتى منظمه الصحه العالميه حتى الان ما قدرت تعطي يعني شو السيناريوهات المتوقعه لسير الفيروس. فلهيك ما فينا يعني ما فينا نحدد. المطلوب منا انه نحن ناخذ اللقاح يعني ونلتزم بالاجراءات الاحترازيه اضافه للقاح. تمام. سؤال لحضرتك بخصوص الابحاث العلميه الصحيه، السؤال بيقول هل تم تعيين فرق مختصه لدراستها وتقييمها ومتى اعلان النتائج، علما ان التقديم على هذه الابحاث انتهى في 30/11/2021؟ صحيح، نحن تم الإعلان بتوجيهات السيد وزير التربية مشكور بدعم الصحة المدرسية والبحث العلمي من خلال الصحة المدرسية بتكريم الفائزين بأبحاث علمية حول مواضيع تهم الصحة المدرسية. وبالفعل تم التعميم على كافة المحافظات وتم تقديم عدد من الأبحاث العلمية لمديرية الصحة المدرسية. تم تشكيل لجنة علمية من المديرية بتتضمن أطباء مختصين. تم دراسة الأبحاث اللي تقدمت وتم التعاون مع مركز تقويم والقياس بوزارة التربية وإرسال الأبحاث للمركز وتم دراسة هاي الأبحاث وتم اختيار يعني عدد من الأبحاث اللي حي إن شاء الله يعني خلال فترة قصيرة ممكن خلال هذا الشهر يتم تكريمهم. عنا 3 أبحاث طلعت موافقة تمام للمواصفات وهي يعني بتستاهل الجائزة إذا فينا نقول، ورح يتم نشرها وهي متعلقة بمواضيع كتير مهمة. في شيء له علاقة بالحمام المدرسي، في شيء له علاقة بالإسعافات الأولية في المدارس، في شيء له علاقة بصحة الأسنان. يعني كانت مواضيع كتير مهمة ومشكورين كل اللي شاركوا بهاي الأبحاث. يعني نحن بنعرف قديش صعوبة القيام بأبحاث ضمن هاي الظروف الصعبة أكيد. منها يعني فنحن يعني حتى الابحاث اللي كانت يعني ما لقيناها انه يعني تمام موافقه للمعايير، بس نحن تشجيعا لموضوع البحث العلمي رح يتم تكريم اللي قاموا بهي الابحاث. كثير مهم نقطه الدعم والتكريم، كثير بنفتقدها نحن يعني بكل مجالات العمل يعني. تمام. كمان رح ننتقل لنقطة مهمة كتير بتخص المعلمين، هو التأمين الصحي وهو الشغل الشاغل لدى كتير من المعلمين. خلينا نحكي في خطوات جديدة عم تتم حاليا بالتعاون مع نقابة المعلمين لتطوير هذا الموضوع أكثر. لا، بالنسبة للتأمين الصحي بعتقد مع بداية هذا العام 2022 في إجراءات جديدة كتير، يعني تم توسيع التأمين الصحي. كان في عنا اجتماع ما بين وزارة التربية وما بين شركات التأمين وبين نقابة المعلمين، وطرحوا كل المعلمين والعاملين بالوزارة عدد من المشاكل والقضايا اللي عم تواجههم بالتعامل مع التأمين الصحي. هلأ تم الإجابة على معظمها، وبعتقد يعني بناء على الشيء اللي صار أنه حيكون التأمين أفضل خلال هذا العام، لأنه هلأ حيتم اقتطاع مبلغ أكبر بشوي، بس حيكون في تغطية أوسع سواء للوصفات الطبية اللي حيكون في تغطية كاملة تقريبا لها، كمان حيزيد نسبة التغطية بالمشافي. فبعتقد انه هذا الموضوع اللي حيكون يعني افضل للمعلم ان شاء الله ضمن الامكانيات يعني بهذا العام. نعم، يعني بالختام اكيد دكتورة بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واهم شيء ركزنا عليه خلال الفقرة انه هو في اتجاه اليوم انه يصير لقاح فيروس كورونا الزامي نوعا ما. ان شاء الله هيك بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا كثير لك الدكتورة هاتون الطواشي مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية. اهلا وسهلا فيكم.